أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الأعزاء، ولكل المشاهدين اللي انضموا لنا في ساعتنا الأولى وفي باقي ساعات برنامج يوم جديد. إحنا أكيد منحب دائما يكون في عنا فقرة رياضية نبلش فيها صباحنا معاكم، ونشجع دائما على موضوع الرياضة وإنها تكون أسلوب حياة، وخصوصا في ظل جائحة كورونا بيرفع المناعة وشوي بيهدي أعصابنا وبيبعدنا عن التوتر والقلق. رح يكون معنا الكابتن سارة خانو والكابتن منال نسور في فقرتنا الرياضية. صباح الخير كابتن سارة، كيف حالك؟ صباح النور. تمام. صباح الخير. يسعد صباحكم، منورين الاستوديو معنا. شو التمارين اليوم اللي رح نبلش فيها؟ اليوم رح نعمل تمارين مستوحاة من رياضة اليوغا والتاي تشي. نعم. عشان نعمل إطالة للعضلات، وهي مساعدة كتير للجسم ولعضلات الجسم، وبرضه احنا هلا بحاجتها بهاي الأوقات. صحيح. عشان تعمل على الاسترخاء كمان. تفضلي كابتن سايرة، الهواء معك. سهلة. بس سؤال كوتش، هل تعتبر تمارين اليوغا هي تمارين رياضية زي باقي التمارين؟ هي تمارين رياضية، يعني نقدر نستغني عن التمارين العادية اللي بنعملها؟ هي تمارين رياضية عشان يوغا منها أنواع مختلفة. في يوغا بتساعد على الحرق، في يوغا بتساعد على تشكيل العضلات، وفي كمان بالإضافة للمديتيشن. المديتيشن هو عبارة عن الاسترخاء. بس ما بتغنينا عن الرياضة العادية اللي احنا بنقوم فيها. هم مع بعض بيكملوا بعض. بيكملوا بعض. أيوة بالضبط. الهواء معك كابتن سارة، تفضل. شكرا. أول شيء ناخذ نفس شهيق وزفير، نحط ايدينا هون، نفتح الصدر، نرفع ايدينا لفوق، نعمل ماونتن بوز، نرجع ظهرنا شوي صغيرة لورا، نفتح ايدينا وننزل بالركب وننزل للتشير بوز، ايدينا فوق ونضلنا تحت، ناخذ نفس عميق. اهم شيء في هاي التمارين وهي الشهيق والزفير، من هذا البوز نرفع الكعب لجهه واحده ونفتح ايدينا للجهة الثانية شوي شوي، ومنضلنا على هذا البوز وإحنا لتحت، نطلع فوق بالإيد up and go down again، نرفع الكعب الآخر، نفتح الإيد، نطلع مرة ثانية وننزل chair pose، بنضلنا على هاي الوضعية، نطلع شوي شوي ونعمل مجموعة من التمارين التاي تشي. بنرفع ايدينا فوق مع الرجل، نفتح الايد، نفتح الرجل لورا وبننزل تحت، نرجع منغير للجهة الثانية شوي شوي up hands up back open go down، منعيد البوز كمان مرة up، نفتح، نرجع لورا، وهاي الحركات من فنون التاي تشي. ممتاز. هلا بنرجع قدام، بنرجع للتشير بوز اجين. هلا واحنا هون بدنا نعمل سمول بلس صغير تحت وفوق، نرجع نطلع اب، بنجهز حالنا للوضعية الأولى وهي وورير 1. اوكي، نطع الركبة هون والرجل الثانية لورا، بنرفع ايدينا فوق، هلا
هلا بننزل ايدينا تحت، نلمس الارض، بننزل رجلنا وبنرفعها، ممكن ضلنا تحت او هون. نرجع ننزل، نطلع شوي شوي. أيوة هلأ من هاي الوضعية راح نروح أوكي للوضعية الثانية وهي محارب اثنين. نفتح الرجلين. أيوة ممتاز. نحاول نطلع بالكعب لفوق. ريفرس ايدنا لورا. ونتنفس، نرجع لقدام، ننزل الكعب ونخلي الأصابع لقدام، ونروح بجذع للجنب وننزل تريانجل بوز داون، نطلع فوق. ممتاز. هلأ منعيد نفس الإشي على الجهة الثانية. أيوة يعني منطلع لفوق. وورير. مننزل الإيدين، منقرب الرجل، نضل هون، نقدر نعمل اكستنت للرجل. مننزل الرجل داون ومنطلع لووريور 2، نرفع الكعب، ومن هون منروح ريفرس لانش. وهي مجموعة من التمارين، طبعا في تمارين كتير نقدر نجربها مع بعض ونعيدها ونوقف البوز قد ما بنقدر عشان نحصل على الإفادة اللي بدنا إياها. ننزل، نقرب الرجلين على بعض. نمستي، شكرا لكم وإن شاء الله نهاركم سعيد. أجابة واحد ما بعرف شو بصير. يعطيك العافية كابتن سارة، صراحة هيك الفايب والهدوء وصوت الميوزك والتمارين حتى إحنا ريحت لنا أعصابنا. يعطيك ألف عافية. طب يسأل الكوتش سؤال، هل هاي التمارين دائما لازم نعملها على موسيقى؟ يعني دائما المديتيشن دائما لازم يرافقوا موسيقى ولا بنقدر نعمله بدون موسيقى؟ بنقدر نعمله بدون موسيقى، بس الموسيقى بتساعدنا نوصل للإشي اللي بدنا إياه. دائما الإنسان بحب يسمع باك جراوند. صحيح. إذا بيقدر بذهنه يوصل للصفاء اللي بده إياه بيقدر طبعا بدون ميوزك، عشان هاي ما بدها كثير ميوزك، بدها هيك هو مايند اند بودي. صحيح. كل الشكر كابتن سارة ويعطيكم ألف عافية. وفعلا بس هي الموسيقى غذاء الروح يعني أشرف الصراحة، فما حسيتك بالهدوء اللي مع التمارين كانت؟ حسيت حالي أنا كمان بحب المديتيشن، بحبه التأمل طبعا، بحبه بدون أي نوع من أنواع الموسيقى، بس الهدوء الطبيعي اللي بمكان الغرفة أو الجو. صراحة، وخصوصا إذا كان في الطبيعة.